الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.